وللحديث عن أهمية هذه المناسبة معنا في الاستوديو الكاتب في صحيفة الرياض الأستاذ عبد الرحمن ناصر. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أهلا. أيضا نبدأ معك أستاذ عبد الرحمن بأهمية هذه المناسبة وهذا المهرجان عموما، بدءا من حرص القيادة الحكيمة بحضورها لهذا المهرجان، تشريف خادم الحرمين الشريفين لحفل الافتتاح، وليس انتهاء أيضا بأمره حفظه الله وبتوجيهه الكريم بتمديد أيام المهرجان. أول شيء يجب أن يفخر الشعب السعودي بحضور وتشريف مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لهذا الحفل الكبير الذي يعد تدشين لمهرجان الجنادرية لهذا العام 32. هو عادة يعتبر الجنادرية مادة تعريفية بالتراث الشعبي وعمل ربط ما بين الإنجازات المتوالية للدولة السعودية سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة، وأيضا حالة تعريفية لهذا الجيل بمنجزات وطنهم الحضارية. اليوم اللي شاهدنا شيء جميل جدا، أنه خادم الحرمين الشريفين أصدر أمر بتمديد هذا المهرجان ليكون 3 أسابيع متوالية، وهذا شيء جميل لأنه إحنا تعودنا أنه الفترة السابقة تعتبر قصيرة في زيارة هذا المهرجان. رغم أن هذا المهرجان ليس فقط مهتم بجانب واحد، إنما هو محفل دعنا نقول تاريخي تراثي ثقافي اجتماعي، عدد من الأمور يشتمل عليها هذا المهرجان. خلال السنوات الماضية إلى هذه السنة، كيف ترى اهتمام المهرجان بهذه المجالات كافة؟ هو بكل تأكيد هو أصلا يؤصل القيم الدينية والثقافية لهذا المجتمع، أيضا لا ننسى دوره في الموروث الشعبي وترسيخ هذا الموروث الشعبي لدى الأجيال المتعاقبة. أيضا لا ننسى أنه حالة مهمة لدى المكتشفين التراث أيضا الشعبي. أيضا لا ننسى أنه خلال السنين الماضية وهذا العام أنه يؤثر ويستقطب العادات السابقة، أهم العادات السابقة، ويجدها في هذا المهرجان. إذن هو مهرجان ثقافي اجتماعي، سمى أي ما شئت، إنما هو مهرجان عالمي إحنا نحتفي فيه كسعوديين ونفرح فيه كسعوديين، وأيضا لا ننسى دور المقيمين المتواجدين في هذا البلد في زيارة هذا المهرجان، بدليل أنه الأرقام المهولة التي تصدر كل عام بعد نهاية المهرجان أرقام عالية جدا. السنة هذه أنا أتوقع أنه الأرقام ستفوق الأرقام السابقة. وكما أشرت إلى عالمية المهرجان واهتمام كافة وسائل الإعلام العالمية بهذا المهرجان وبتشريف خادم الحرمين الشريفين لحفل الافتتاح، لكن هناك أيضا جانب حضور ضيف شرف في المهرجان كل عام. هذا العام شهدنا دولة الجمهورية الهند هي ضيف الشرف في هذا العام، كيف ترى هذا الجانب؟ كل عام يكون هناك ضيف شرف من إحدى الدول الصديقة والتي تربطها علاقة بالمملكة. هو كثير من الدول استضافها المهرجان، من ضمنها اليابان ويعني عدد من الدول. السنة هذه الهند، أيضا إحنا نكتشف من خلال هذا استقطاب ضيف الشرف بهذا المهرجان، نكتشف عاداتهم تقاليدهم فلكلوراتهم من خلال هذا الضيف. هذه حاجة مهمة أيضا لدراسة هذا الموروث الهندي من خلال هذا المهرجان. أيضا المفترض أنا لي وجهة يعني من وجهة نظري أنه يجب على الجامعات السعودية أو الطلبة بشكل عام أنه يوجهوا طلبتهم إلى هذا المهرجان لاكتشاف تاريخهم الجميل جدا. اليوم إحنا شفنا في الأوبريت تعاقب أجيال متوالية، دول
الدولة السعودية الأولى من خلال عبد العزيز. بالحديث عن الأوبريت أستاذ عبد الرحمن، وأنت ناقد الفني أيضا في هذا الجانب، اليوم شهدنا أوبريت أئمة وملوك كما أشرت، دائما في مهرجان الجنادرية ما نشاهد ويحضر تحضر الأوبريتات بشكل لافت وواضح، ونستذكر الأعوام الماضية بالأوبريتات التي كانت موجودة فيها. كيف رأيت أوبريت أئمة وملوك؟ أئمة وملوك أوبريت ضخم عالي المستوى، حكاية فيه بدر بن عبد المحسن الله يعطيه طولة العمر، ودائما متألق ومبدع، ودائما ما يثري هذا الجانب حينما يكون، حينما يصلح الأوبريت يثري فيه ويبدع. اليوم احنا شفنا شيء جميل جدا لما يظهر لك الجانب، هذه مادة تعريفية لي ولأبنائي وللآخرين كلهم ولهذا الجيل الجديد ليعرف الدولة السعودية الأولى، ومن خلال الإمام عبد العزيز بن محمد ليتعرف أيضا على الدولة السعودية الثانية، كيف نشأت وكيف تواصلت من خلال تركي بن عبد الله، ليفهم عملية توحيد المملكة من خلال الموحد المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، اللهم آمين، وليعرف حضارتنا كيف كانت وكيف بدأت وكيف نشطت وإلى الآن كيف كنا. اليوم احنا في تنقل حضاري مستمر، اليوم احنا ثقافتنا متعددة تظهر في مهرجان الجنادرية، كل هذه الثقافات اللي داخل المملكة العربية السعودية، العادات والتقاليد كلها تظهر في هذا المهرجان. اللي أتمنى أنه الجميع يلتفت لهذا المهرجان، الجميع يزور هذا المهرجان، كما شرط أيضا كل الأعوام الماضية نشاهد الأعداد الكبيرة في الزيارة، وهذا أيضا ما نأمله في هذا العام لضخامة ما قدم. لافت أيضا في المهرجان حضور شخصيات سعودية يتم تكريمها كل عام وكل سنة في المهرجان. هذا العام كان هناك ثلاث شخصيات تم تكريمها، الأمير الراحل سعود الفيصل، وكذلك عميد الصحفيين تركي أسديري، وكذلك الأستاذة خيرية السقاف لما قامت به من يعني أعمال جليلة. كيف تنظر هذا في هذا الجانب، اهتمام المهرجان بتكريم شخصيات سعودية باختصار أستاذ عبد الرحمن؟ هو هي حاجة مهمة. أولا سمو الأمير سعود الفيصل رحمة الله عليه كان له باع طويل في 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 ترسيخ قوة المملكة على المستوى الخارجي، له باع طويل سياسيا وقدرة سياسية وحنكة سياسية. أيضا لا ننسى دور الأستاذ تركي سديري رحمة الله عليه، وهو أستاذي ومعلمي ورئيس تحريري السابق. اليوم أنا من أسعد الناس في تكريم هذا الرجل الذي أفنى حياته كلها ليكون قيمة وقامة ورفع علم ورفع مستوى الإعلام السعودي إلى آفاق عالية. أيضا لا ننسى تكريم اليوم الدكتورة خيرية السقاف، اليوم هي إحدى الرائدات على المستوى الثقافي والإعلامي، هذا التكريم يحفز الآخرين ليبذلوا جهد أكبر ليكرموا وهم أحياء داخل هذا المهرجان. جميل، كل شكر لك الكاتب في صحيفة الرياض الأستاذ عبد الرحمن الناصر. الله يحييك يا حبيبي.